The disappearance of 18-year-old Theo Hayers is one of the most mystifying missing person cases in recent history. Other than his baseball cap, not a trace of Theo has ever been found. خليج بايرون في أستراليا هو أحد المواقع السياحية المثيرة المشهورة، إذ تمارس هناك رياضة ركوب الأمواج والعديد من الأنشطة التي تجذب الناس من جميع أنحاء العالم. كان ثيو هايز واحداً من العديد من الأشخاص والسياح الذين يرتادون تلك المنطقة بشكل دوري. عندما كان يبلغ من العمر 18 عاماً، قرر السفر في جميع أنحاء أستراليا لزيارة الأصدقاء والعائلة ومشاهدة المعالم السياحية. لقد كان شاباً بلجيكياً ومسؤولاً يتمتع بسلوك رائع، وابن اللورد هايز وفينسيان ديلفورغ في 29 مايو 2019 وصل ثيو إلى خليج بايرون وخطط للبقاء لبضعة أيام فقط في المدينة الساحلية الفخمة. في 31 خرج للاستمتاع بأمسيته ووجد نفسه في حانة محلية تعرف باسم تشيكي مونكس، وهو مكان مألوف للرحالة أمثاله. كان الجو بارداً وفي غير موسمه، لذلك كان خليج بايرون أكثر هدوءاً مما هو عليه عادةً في أشهر الصيف. بقي ثيو في الملهى الليلي إلى حوالي الساعة 11 مساءً عندما شوهد وهو يغادر من تسجيلات كاميرات المراقبة، إذ كانت تلك آخر مرة شوهد فيها واقفاً يتمشى على قدميه. في 2 يونيو كانت امرأة تدعى ليسا هورن تقود سيارتها على طريق باسيفيك السريع عندما رأت رجلين، أحدهما يلوح بها للأسفل والآخر ملقى على الأرض بلا حراك. قالت إن الشخص الذي يلوح لها بدا في الثلاثينيات من عمره ولم ترى وجه الآخر أبدا، حيث أنه بدا ميتا أو فاقد للوعي. اتخذت قراراً أكثر أماناً بالاستمرار في القيادة والاتصال بالسلطات، وقامت بتسجيل مقطع فيديو على منصة فيسبوك تصف فيه قلقها وخوفها من أن شخصاً ما قد يكون مصاباً وحياته في خطر بالفعل. في وقت لاحق عندما شاهدت فقرة إخبارية عن ثيو، أدركت أن ملابس الرجل المستلقى والملابس التي كان يرتديها ثيو تبدو متشابهة. أخبرت السلطات أنها تعتقد أنه ربما يكون هو، لكنها لم يأتي بأي نتيجة ولم يفد الشرطة بشيء. العاملون في وايك أب النزل حيث كان يقيم اتصلوا بالسلطات بعد 3 أيام عندما لم يعد، حيث كانت جميع متعلقاته بما في ذلك جواز سفره لا تزال في غرفته، وكان من الواضح بالنسبة لهم أن شيئا ما قد حدث له. طوال رحلته كان ثيو على اتصال منتظم مع عائلته، لذلك عندما لم يسمعوا منه الشيء الذي لم يكن طبيعيا تواصلوا أيضا مع الشرطة في 6 يونيو. كان البحث متعمقاً حيث استخدمت السلطات الكلاب والطائرات بدون طيار والمروحيات والمستلقين والغواصين لمحاولة العثور على المفقود البالغ من العمر 18 عاماً، إذ حرفياً سخروا جميع الإمكانيات المتوفرة بهدف معرفة مصير الشاب الطموح. بحلول اليوم 10 انضم السكان المحليون في عملية البحث المكثفة، وسافر والديه إلى خليج بايرون بأستراليا بأنفسهم لفعل كل ما في وسعهما للعثور على ابنهما. في 17 من نفس الشهر، مع عدم وجود أي علامة على ثيو، وبدأ محققو جرائم القتل أيضاً في البحث، متوقعين أن أحد أسوأ السيناريوهات قد أصبح واقعاً لا مفر منه. قد يبدو أن هذا كان مجرد موقف مؤسف حيث ضاع شخص ما في مكان غريب وسقط من جرف أو تعرض لحادث مأساوي في المحيط، ومع ذلك مع ظهور المزيد من المعلومات حول آخر مكان معروف له، لا يبدو أن الأمور تتم بشكل صحيح تماماً، إذ لم يكن ليذهب للسباحة ليلاً لأنه كان شديد البرودة في تلك الليلة. كان من المفترض أيضاً أن يكون من السهل عليه العودة إلى النزل، وأظهر هاتفه أنه بحث عن الاتجاهات عندما تمت مرافقته خارج الحانة، ولكن لماذا تم إخراجه أصلاً من الحانة في المقام الأول؟ لم يبدو أنه كان مخموراً جداً،
وحتى المتحدث باسم الملهى الليلي قال إنه كان متذبذبا بعض الشيء، لكنه كان محترما ومهذبا للغاية. ووفقا لابنة عمه ليزا التي سافر معها وكانت رفقته ورفقة أصدقاء آخرين في تلك الليلة، لم يكن سيو من النوع الذي يتعاطى المخدرات أو أي نوع من الأقراص المهلوسة التي قد تستدعي القلق أو تفسر سلوكا غير عادي. يعتبر تشيكي مونكس مكانا شائعا للرحالة والسياح، لكنه غير معروف أيضا بسمعته الراقية جدا. في الواقع كان له تاريخ أقل من موات مع المشروبات الغير طبيعية التي قد تؤثر على الشخص أكثر من اللازم وغيرها من الأشياء غير السارة، ونتيجة لذلك فإنهم يسارعون إلى إخراج الناس لمحاولة تجنب مشكلة، لكن هذا أثار مخاوف من أن مشروب الثيو ربما يكون قد تم دس شيء آخر فيه بالفعل. ومن الغريب أن معلومات موقع هاتفه أظهرت أنه بدلاً من اتباع التوجيهات التي بحث عنها سلك طريقاً مختلفاً تماماً. توجه عبر المناطق السكنية إلى حقل أكبر، ثم تابع عبر الأدغال الكثيفة متخذاً مساراً يسمى ميليني. في منتصف الطريق توقف وذهب إلى شاطئ تالو. بعد ذلك قام هاتفه بالتوقف عن العمل عند الشاطئ بالقرب من كوزي كورنر وبعض المنحدرات. هذا هو المكان الذي تعتقد الشرطة أنه سقط فيه، لكن عائلته وأصدقائه وحتى العديد من السكان المحليين ليسوا متأكدين من هذه النظرية. يبدو المسار الذي سلكه كما لو كان يحاول الاختباء أو الابتعاد عن شخص ما، لأن الغطاء النباتي الكثيف حول ميليني غالباً ما يكون له أغصان شائكة، ولا يفكر معظم السياح حتى في تجربته أو أن شخصاً ما كان يوجهه، إذ من خلال الظلام الدامس الذي كان وقتها يجب على الشخص على دراية بالمنطقة التحرك هناك. من المحتمل أيضاً أنه سمع عن حفلة على الشاطئ وكان يحاول الوصول إلى هناك، مخاطراً أمام التضاريس الوعرة للطريق إذ لا تظهر الخريطة مدى صعوبتها على أرض الواقع. لكن مهما كان سبب أخذه لذلك الطريق فقد وصل إلى الشاطئ ثم اختفى، ويشير مقدار البحث والدعاية إلى أنه لم يره أحد على الشاطئ، لذلك من الممكن أن يكون هو ببساطة غاب عن الحفلة وأصبح في عداد المفقودين. في 3 يوليو، بعد مرور شهر عن اختفاء سيو ومع عدم وجود أي إشارة حتى الآن تشير إلى المكان الذي ذهب إليه سيو أو أنه كان حياً أو ميتاً، اضطرت الشرطة إلى إيقاف البحث، لكن التحقيق استمر ولم يتوقف المحققون المختصون بالإنترنت والسكان المحليون وعائلة سيو كاملة إضافة إلى أصدقائه عن البحث أبداً. حيث قال والده لوران إن المساعدة التي تلقوها من ساكنة الخليج كانت داعمة بشكل مثير للدهشة، وأنه ووالدة سيو ما زال يأملان في إيجاده، وأشاروا أيضا إلى أنهم لن يستسلموا ولن يهدأ لهم بال حتى يروا جسده. لقد ذهبت الجهود إلى أبعد من ذلك، حيث قام أحد الأشخاص بالبحث في صور منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة من ربما كان في المنطقة التي شوهد فيها آخر مرة في تلك الليلة، وبدأ في تسجيل فيديوهات لإعطاء المستمعين تحديثات ومعلومات جديدة عن القضية. جذبت القضية انتباها ولقت تضامنا عالميا، وأصبح سيو معروفا لدى الجميع ومحط اهتماما، إذ تم توثيق حالة الاختفاء العجيبة هذه في عدة أفلام وثائقية وبرامج، ولكن حتى الآن لم يتم الكشف عن أي شيء بشأن ما حدث لسيو في تلك الليلة الباردة في خليج بايرون. أصدقاء قناة وقائع، لا تنسوا الإعجاب والاشتراك لتشجيعنا على نشر المزيد من هذا المحتوى. هذه فيديوهات أخرى قد تعجبك. موعدنا غداً.